من بقايا زجاج الحرب تخلق وفاء اليوسفي الحياة في لوحاتها الفنية، مستخدمة حطام الزجاج الذي خلفته قذائف ورصاص الميليشيا على أحياء مدينة تعز. تجسد وفاء واقع المدينة الممزقة من حرب الميليشيا من خلال هذه اللوحات التشكيلية البسيطة، لتنقله للعالم بكل تفاصيله القاسية. بالنسبة لاختياري للزجاج المكسر فهي رسالة أود إيصالها للعالم، أن رغم قبح الحرب وفوضويتها نستطيع خلق الجمال، ومن بين الدموع والآلام والحسرات سنصنع الأمل وسترسم البسمة بكل ما أوتينا من قوة. لم تقف الحرب عائقا أمام طموح الشابة العشرينية بالاستمرار في تنمية موهبتها وتطويرها في مدينة توقفت فيها مدارس الفن التشكيلي ودور الثقافة بفعل الحرب، ليتركها هي والكثير من أقرانها يبحثون عن المعاهد التي تهتم بتطويرهم في لحظة تكاد تكون هذه المعاهد الآن معدومة. من تقبل المجتمع حاليا ما فيش تقبل، أي تقبل من المجتمع نفسه من ناحية شباب في أكثر من إبداع وأكثر من قدرة خيالية، كظهور حرب خرج كمعدن خاص للفنون جميلة، بس ما فيش المكان الموجود في بو يعني كحاليا مع وجود الحرب وجود كذا ما فيش مكان مناسب للرسم أو تهيئة الرسم سو. أنس الأثوري شاب آخر من شباب هذه المحافظة، وجد من إبداعه في رسم الأشكال الكاريكاتورية المضحكة التي اشتهرت على صفحات التواصل الاجتماعي فسحة أخرى للتعبير عن حالة الحرب التي تعيشها تعز بطريقة فنية. نحن كفنانون نعتقد بأن الفن هو ذاكرة الشعوب، وما يحدث الآن في اليمن من أحداث نعمل نحن جاهدون على توثيقها وتأريخها بالريشة والألوان، ننقد ونسخر من الأخطاء ومن فاعليها ونصحح هذه الأخطاء بالفن والجمال. بالنظر إلى هؤلاء المثابرون المبدعون في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، يتجدد أمل الكثيرين منهم بمستقبل مشرق. بقليل من الألوان وريشة رسام، بكثير من الإصرار، يستطيع الفنان حفر مشاهد الحرب في ذاكرة الأجيال القادمة، ووحدهم هؤلاء الشباب هنا من يوثقون حق هذه المدينة المهملة في ظل الحرب في لحظة يتخلى عنها الجميع. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.